شاء الله هنعمل مع بعض المهلبية الأصلية بالحليب والنشا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المهلبية الأصلية بالحليب والنشا بطريقة سهلة جدا. أنا هعملها بنص لتر حليب. المقادير اللي معايا كوبايتين لبن أو نص لتر حليب، عليهم معلقتين كبار نشا وكيس فانيليا، 4 معالق كبار سكر أو سكر حسب الرغبة. كل كوباية لبن حليب بتاخد معلقة كبيرة نشا، يعني الكوبايتين واخدين معلقتين كبار نشا. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هقلب المكونات كلها على البارد. هجيب حلة أو كسرولة، هنزل كوبايتين اللبن. يستحسن اللي يكون اللبن كامل الدسم عشان المهلبية تطلع دسمة وطعمها حلو. وهنزل 4 معالق كبار سكر أو سكر حسب الرغبة، ومعلقتين كبار نشا كورن فلاور، وكيس الفانيليا. هقلب كله على البارد، وبعدين هرفع المكونات كلها على نار هاديه. هقلب كويس وبعدين هرفع المكونات على نار هاديه. قلبت المكونات كويس جدا على البارد وبعدين رفعتها على نار هاديه. هقلب باستمرار عشان الخليط ما يكتلش. هفضل اقلب لحد ما الخليط يتقل معايا ويديني القوام اللي انا عايزاه. هقلب كده لحد ما الخليط يتقل ويستوى. بقلب باستمرار لحد ما القوام ابتدى يتقل زي ما انتم شايفين. لازم اقلب عشان النشا ما يكتلش. اول ما تغلي هطفي عليها. اهي المهلبية ابتدت تغلي، هطفي عليها. حلو قوي القوام ده، قوام كريمي. خلاص هطفي عليها واغرفها في الاطباق. بسم الله. هغرف المهلبية وهي سخنة، مش هستنى عليها لحد ما تبرد. بسم الله. شايفين القوام بتاعها حلو قوي كريمي. هسيب المهلبية تبرد وبعدين هدخلها التلاجة، وبعد ما تطلع من التلاجة هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي المهلبية بعد ما خرجتها من التلاجة وجمدت، هزينها بجوز الهند والزبيب. لو عايزين تسيبوها كده هي مش محتاجة، هي طعمها كده تحفة. اهو يا حبايب قلبي المهلبيه بعد ما زينتها بجوز الهند والزبيب، بصوا شكلها جميل وتحفه ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل المهلبيه الاصليه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.